كان ختام الملتقى الدولي الثاني للنحت والخزف بكلية الفنون الجميلة حدثا فنيا رائعا ظهر فيه من خلال الورشة الفنية التي أقامها قسم النحت والخزف أعمال فنية جديدة في غاية الرقي والجمال، وذلك من خلال مجهود مشرف ومشاركة بناءة من الفنانين من مختلف الجامعات والكليات الفنية في مصر وخارجها وبين الطلاب بالكلية. وكان الملتقى الدولي الثاني للنحت والخزف بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا قد تبنى فكرة تنمية ورفع قدرات الطلاب من خلال العمل الجماعي بما فيه من صقل الخبرات بين الطلاب والفنانين المشاركين. وأقام الملتقى الثاني للنحت والخزف معرضا كبيرا بقاعة الكلية تضم العديد من الأعمال الفنية لفنانين مبدعين من مصر وخارجها. احنا الحقيقة من كام يوم كنا في قلب معمل او مرسم من قسم النحت وكنا بنسجل، وكان العمل ما هوش متكامل، وكان اللي موجود بس هي قطع الحمام على مرمية على الترابيزة خارجة من قوالب الجبس وهي من خامة البوليستر. والحقيقة انا كانت عندي رؤية كاملة للعمل الفني انما ما كانتش طبعا موجودة على ارض الواقع، انما النهاردة بعد افتتاح الملتقى النحت الثاني والعمل بقى جاهز للجمهور وتم العرض والافتتاح، هي الحقيقة ترابيزة السلام أو طاولة السلام أو مصر أرض السلام أيا كان المسمى، إنما هي في النهاية مجموعة من الطيور وبالتحديد الحمام. المجموعة دي بتمثل من وجهة نظري مجموعة من الدول العربية في حلقة للنقاش والوصول إلى السلام اللي بنهتف ليه. الكفن اللي موجود ده هو تعبير عن الشهيد أو رمز عن الشهداء اللي بيسقطوا واحد وراء الآخر، وهنا الحوار مفتوح ما بين الدول المختلفة متمثلة في مجموعة الطيور. مصر بالحجم الكبير ووجود العلم المصري، لأن أنا بعتبر مصر هي رائدة السلام في المنطقة. شكرا. النهارده انا بشارك في معرض خاص ضمن فعاليات مؤتمر العلمي لقسم النحت بعنوان فن النحت والخزف والهويه العربيه.
المعرض بتاعي هو عبارة عن بحث بقدمه في مجال التخصص في النحت البارز، عنوانه فن النحت البارز ودوره في حل مشكلات الأحيزة الفراغية. النحت البارز في الأول بحب أقدم فكرة المعرض نفسها، إن النحت البارز فن ذو بعدين بيعامل معاملة التصوير، إن هو بعدين دايما العرض بتاعه يعني مرتبط بجدار وما يتركه الفنان المعماري من مساحات تصلح لوضع لوحات النحت البارز عليه. دلوقتي في مشكلة كانت بتطرق في ذهني، إمكانية إن أنا أوظف النحت البارز واستفيد من جمالياته، إن أنا لو عندي ميادين لا تصلح لإقامة تمثال ميدان فيه من حيث دراسة بعد الشارع وطبيعة المكان والارتفاعات بتاعة المباني المحيطة به، اللي هي دراسة كاملة للميدان في مناطق بتبقى طاردة للنحت البارز. لو قلنا ان في شارع مثلا في طريقين، امكانية ان انا اوظف النحت البارز بموضوعاته، بديت ان انا اقول طيب لو انا عايز اضيف البعد الثالث للنحت البارز واخليه يعامل معاملة النحت الميداني، ان انا بحول شيت في النحت، ان انا اهديله فن ثلاثي الابعاد ان هو يبان من 360 درجة، يساهم في حل مشكلات الأحيزة الفراغية المختلفة. بديت فعلا ان انا الفكرة يعني تختمر في ذهني، وان انا بقدم حلول ومقترحات. عملت 7 اعمال في المعرض بتاعي كلهم تحت نطاق الثورة على الجدار. بقول ان انا شغلي مش هعرضه على حائط، انا هعرض الشغل بتاعي راوند على ستاند في داخل قاعة العرض. هبدأ ان انا اضيف فعلا البعد الثالث واخلي النحت البارز يعامل معاملة التمثال الميدان، ان ممكن احل بيه اماكن ضيقة في خلال اللوحات اللي قدام حضراتكم دلوقتي. على سريعا كده يعني ان شاء الله هبدأ اقول فكرة كل عمل، ان انا اديت نموذج لاسلوب كل عمل من الاعمال اللي هي اللي موجودة. ده عمل شكل دائرة، ان انا لو قلت مثلا كده ان انا عندي طريق في طريقين حارتين مختلفتين، فان انا ممكن احط العمل بتاعي انه بيتشاف من اللي ماشي من الشارع، سواء كان متجه يمينا او يسارا بشوف من الناحية دي، واللي جاي من الحارة الثانية بشوفه من الناحية الثالثة. البعد الثالث بتاعي ان انا حولت العمل نفسه، ان انا ممكن اشوف حتى البعد الثالث بتاعه، ان انا حولت النحت البارز بدل ما هو فن مرتبط بالجدار بيتعرض على سواء كان في معارض او في قاعات سواء كان الداخلي او خارجي كده، ده ممكن عمل يستفاد منه كنحت ميداني يحل معايا مشكلات الاحيزة الفراغية. ببدأ معاكم عن كل حتة، بحب أشرح فكرة العمل إيه والغرض منها وجماليات العمل وإظهار القيمة الجمالية للنحت البارز، وهل فعلا حقق الغرض المطلوب منه اللي هو مشكلة البحث اللي أنا ببحث عنها. إن أنا عندي مسطح سطح محدب، إن أنا بستغل عليه تشكيل بحروف من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة. لو هنا هو بنبص ادي الواو والراء، ربك الغفور ذو الرحمة، تشكيل إيقاع للحروف. بتناول فيه القيم التشكيلية للنحت البارز، الخط والكتلة والفراغ والمساحة والتنوع والحجم والإيقاع، بشوف الخطوط التعامل الخط الأفقي مع الخط الرأسي مع الخط المنحني، لأن أنا لو خدت فكرة بس ان انا اخد خط مستقيم بيدي للعمل حدة، فبدخل معايا خطوط لينة بحيث انها تعمل معايا حوار بين الخط اللين والخط المستقيم. العمل نفسه انا واخد فعلا النحت البارز محافظ عليه، ان انا برضو عايز اقول ان النحت البارز دوره ايه في حل مشكلات الأحيزة الفراغية، فاخدت شغل النحت البارز نفسه بس في صورة عمل ميداني، بحيث ان انا لو لفيت العمل نفسه كده
كل زاوية بتتحرك بشوف منها قيمة، بشوف منها زاوية تتشاف وتديني نفس الشغل اللي موجود. دخلت العناصر المختلفة في التكوين بتاعي زي الستانلس مع الفايبر، بديت ان انا فعلا اعمل ملامس، اعمل خطوط مستقيمة، انوح في الاحجام، في حجم النقطة، في حجم الفراغ، بتديني شكل ايقاع غير رتيب، بعمل بيه الشغل بتاعه وحط مناطق الظل والنور في العمل الفني. بننتقل للعمل الاخر وهو العكس العمل اللي كنت قبل كده اتكلمت عنه، ان انا بستخدم الكتابة على سطح مقعر. لو انا هنا استخدمته على السطح المحدب فامكانية ان انا اعمل سطح مقعر اشتغل عليه، بديت فعلا ان انا اخد السطح المقعر واخد بعض ايات من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الـ 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 كل عمل بيبقى ليه بطولة. الـ 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 العمل أنا هنا ببرز كلمة الرزاق، فبدي الكيان الأكبر كده ليها من أول العمل كده، إن الله هو الرزاق، الزين والألف والقاف والنقطتين بتوعها، في إيقاع حركي إن أنا باخد من الحرف العمل من الحرف العربي نفسه قيمة جمالية من خلال النقط بتاعته والألفات والاستقامات. يعني اللي لو ركزنا في العمل شوية هنلاقي ان انا واخد مسطحات النحت البارز في حرف القاف، واخد البطولة، طلعت بالحرف ان انا مخليه راوند ميداني في فراغ حواليه، النقطتين بتوع القاف بدل ما اخليهم كورتين ويبقى فيه سيمترية في العمل عملتهم واحدة مسقولة ولامعة، خلفية بتاعتها التانية مطفية وفيها تيكتشر موجود بحيث ان يعمل معايا كونتراست او تباين في العمل، ان الغامق هو اللي يظهر معايا الفاتح والعكس. ولما اشوف في الناحية التانية هلاقي ان العمل برضو نفس الكلام، ان انا هشوف فيه قيمة غير اللي انا شايفها موجودة. الملمس قام بدوره هنا طبعا في ابراز السطح الناعم المستقيم، ديت ملامس وايقاعات في الملامس مختلفة ما بين الافقي وما بين الرأسي. معمارية الحرف العربي، ان انا باخد التكوين بتاعي بيديني كأنه كتل معمارية، التكرار بتاع الالفات، يا ترى انا لو تناولت حرف واحد الحرف ممكن يتكرر في الجملة اكتر من مرة، النقطة نفسها بتتكرر في العمل اكتر من مرة، يا ترى هو مقياس واحد لكل نقطة. بشوف ادي دي ان خليت النون راوند بدل ما انا اخليها كلها كورة كده تبقى شكلها صناعية بشكل معين، اديت فيها سطح مقعر يظهر معايا الملمس، وخد ملمس ناعم ان عشان اظهر بيه الملامس اللي انا حاططها. في نقطة بحجم، النقطة التانية بتلاقي مثلا اصغر، في نقطتين تاني بتاعت القوة التي مربوطة، في نقطة ونقطة هنا، التباين بين مساحات النقط مع بعضيها بتديني ايقاع، بتخلي العمل كما لو كان في نغمة موسيقية. انا لو مشيت العمل بنمطية معينة، النقط باحجام معينة او الالفات بشكل معين، هتدي ايقاع متكرر بيخلي المشاهد بيحس بالملل. اما تنوع النقط والارتفاعات والتباين في الارتفاعات وفي المسطحات، الخط على الرغم من التعامد كسرة الألفات فيه وكسرة التعامدات فيه، بحاول ان انا بحل الليونة بتاعة الخط نفسه، ان انا بدي كيرفات في بعض الاماكن، بظهر اماكن ظل ونور، ببدأ اشوفه برضو ان هو امكانية الاستفادة منه كعمل جداري موظف باسلوب النحت. شوف التعامد هنا بتاع العمل نفسه، العلاقات المباني اللي موجودة دي، المعمارية، الكتل المعمارية بتاعت دي، ان انا بستفيد منه كأعمال يمكن تقوم بدورها في حل مشكلات الأحيزة الفراغية. في النهاية هو النحت بصفة عامة بتكسر موضوعاته وتتعدد الموضوعات بتاعته، وهو الفن بصفة عامة هو رسالة. لو الفن، اي فن ما حققش رساله ما يبقاش فن.
اللي احنا كمصريين وكعرب المفروض ان احنا بنحط في نصب عيوننا الهوية العربية بتاعتنا، بنفتخر بيها من خلال المحافظة على التقاليد العامة لفنوننا، ان احنا ازاي ناخد من التراث بتاعنا وندي فن. مش هنقول ان احنا بنقلد، احنا بناخد منه الروح بتاعته وبنبدأ نصيغ منها اعمال تشكيلية مواكبة للعصر اللي احنا موجودين فيه. اذا كان ممكن بنستخدم التكنولوجيا طبعا في العمل، لان هو بيسري العمل نفسه. بناخد منه الخامات، تعدد الخامات اللي هي المستحدثة. في خامات كتيرة كانت موجودة زمان وفي دلوقتي خامات مستحدثة كتيرة دلوقتي ممكن نستفيد منها في الاعمال، زي مثلا شغل الحديد اللي موجود. ان احنا بدينا بدل ما بياخد شغل الحديد وهو خامة ربنا خلقها في الطبيعة، ان احنا نستفيد منها في اعمالنا النحتية. خامة البوليستر خامة من الراتنجات الصناعية المستحدثة، إمكانية إن أنا أستفيد منها. في خامات زي الأخشاب وزي الأحجار، كل الخامات اللي موجودة سواء كانت خامات طبيعية أو خامات صناعية لها بريق لها ولها خصائص، وكل خامة منها بتعبر عن قيمة من حيث الشكل بتاعها وخصائصه اللونية. فالفن بالرسالة اللي هو بيقدمها ان هو ممكن بيخلي المشاهد مش محتاج ان هو يقرأ، مش محتاج ان هو يزور معارض. احنا بنروح له احنا في الشارع، بنعرض عليه الفن بتاعنا، بنخليه هو يتفاعل معانا، بنساهم في الارتقاء ببلدنا، وبنقدم من خلاله مسرح لمختلف الفنون سواء كان نحت بارز او نحت ميداني. يعني الواحد يعني في اعمال كتيره جدا الواحد بيتمنى ان الاعمال دي كده ممكن لو الساده المسؤولين يعني اطلعوا فعلا على الحلقه، ممكن ان الاعمال دي نستفيد منها كقيم، ممكن ان احنا نستفيد منها في ميادينا سواء كانت ميادين عامه او ميادين في اماكن مغلقه او في اماكن ضيقه. نحت البارز تتعدد موضوعاته كتير جدا، ممكن نحكي قصه، ممكن نقول ان البانوراما كبيره، ان احنا بنقول انتصارات معينه او ذكرى معينه، ممكن نحكي عن حاجه معينه. بنقدم برضو من خلاله فن راقي بيعتمد على الحس الجمالي اللي موجود وفي تفاعل مع المشاهد. وفي النهايه ان مهم جدا ان الواحد يراعي في العمل بتاعه الجمهور، لان هو ده شريك الفنان في العمل. دكتور طارق صبحي جمعة، فنان تشكيلي خزاف، خريج كلية تربية نوعية طنطا 95. أنا حاليا في مؤتمر النحت والخزف والهوية العربية في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا. المعرض اللي أنا مشارك بيه دلوقتي معرض خزف، مقدم تقنية جديدة البستر الخزفي. الخزف معروف من على مر العصور، من الحضارة الفرعونية الأولى والحضارة القبطية والحضارة الفن الإسلامي، تطور من تطور حياة الإنسان، ارتباط كامل بحياة الإنسان البسيط البدائي، وظهر هذا الفن بطرق التشكيل المختلفة والألوان من خلال البطانات، من خلال الطلقات الزجاجية، البريق المعدني اللي تميز به الفن الإسلامي. الخزف ارتبط معايا ارتباط شديد بطبيعتي، حسيت انه قريب مني قوي،
أي لمسات أقدر أضغط فيها على الطينة بتنقل الإحساس بتاعها، فبالتالي أنا حبيته. والإنسان ما بيحب الشيء ويخلص له بيعرف أسراره، ومن الأسرار ديت بدأت أعرف بعض تقنيات أتميز فيها في شغلي، بعض الأساليب الفنية، الطلاقات الزجاجية، منها المعرض الحالي اللي أنا مشارك فيه في المؤتمر، الأويل باستل، أويل خامة الباستل الكل يعرفها، في الباستل السوفت التبشيري وفي الباستل الأويل. أنا حبيت أقول ليه ما نعملش الباستل الأويل ده تقنية الباستل على الخزف. الفكرة أخذت تراودني أكثر من 20 عام إلى أن جاء مؤتمر جامعة المنيا، شجعني فيه الدكتور زميلي الدكتور ماهر عرقيب، دكتور في تربية فنية المنيا، وفعلا خدت التجربة وعملت أصابع أو أقلام شمعية أوفر جليز تطلع على الطلاق الزجاجي. أي سطح خزفي سواء بلاطة سواء إناء سواء أطباق زي اللي أنا عملته في معرضي، ثم تحرك على خلطة عاملها تحرق على 600 درجة مئوية وخلطة أخرى على 850 درجة مئوية، طبعا تبقى ثابتة وغير قابلة للإزالة. هنا أتحت للفنان أنه يعبر عن كل ما هو أحاسيسه وتعبيراته كلها أيقوناته مفرداته على الطلاق الزجاجي الخزفي على السطح الخزفي، ويبقى هذا العمل ببقاء الخامة. ودي إتاحة جديدة في الفن غير مسبوقة، يعني هذا المعرض أو هذه التقنية هو ابتكار غير مسبوق. ليا معارض في الفن التشكيلي من بعد تخرجت في 95 في معرض في طنطا وفي معرض في أتليك القاهرة في 98 عن الخزف. كانت بدايات، كنت ببحث عن مفردات ليا، كنت ببحث عن أيكون أشتغل عليها، إلى أن اهتديت لمجال خامات الخزف. عملت التقنية بتاعت الباستل، إحنا بنلاقي أول لوحة عندي هنا التنورة الشعبي بتاعتنا والحركة الدوامة فيها، بنلاقي فيها مزج الألوان، بنلاقي الحركة، الاندفاع الشديد بجمال الألوان نفسه، وفي لحظة بتندمج كل الألوان معايا وبنقرأ لوحة فنية بسيطة جدا. اللوحة الثانية يوم عملتها حبيت ألقي على الأمومة بشكلها البسيط المجرد، الألوان الدافية السخنة اللي تعبر عن أحاسيس الأم والدفء، اللقاء الحميمي ما بين الأم والطفل، كذلك بعض العلاقات اللونية في اللوحة الثالثة، علاقات لونية ما بين الفاتح والغامق والإحساس بالظل والضوء. وما ننساش الطبيعة، يمكن أنا حالياً خريج طنطا وانتقلت للمعيشة في أسوان خلال شهور، فتأثرت بالطبيعة الجميلة اللي في أسوان، فبدأت أنجذب قوي للمراكب للصخور، فظهرت حتى هذه بعض اللوحات أنا هنا في لوحة وفي طبق المراكب الشراعية، وخلفها التلال والجبال الجميلة بألوانها، وكذلك المعابد، معبد فيلة ومعبد أبو سنبل. بنلاحظ برضو أن الفنان كل ما بيرتبط بالطبيعة كل ما يبقى تلقائي أكتر، كل ما ارتبط بالطبيعة كل ما بيقدر ينقل إحساسه بشكل ممتع شيق، في تلقائية، في عفوية. وده الفنان بشكل بسيط، إن هو إنسان بيعبر عن مشاكل مجتمعه بخطوطه البسيطة، بلغته، بلغة الألوان. أحياناً تجبرنا الظروف إن إحنا نتحدى نفسنا، نتحدى نفسنا. الخزف دائماً هو تحدي، من أول إعداد الطينة لغاية انتهاءً ثم التشكيل ثم الألوان ثم الحريق ثم العرض. كل مرحلة من المراحل ديت هي نوع من التحدي. إذا ما يكون إنسان ما كانش عنده القدرة على التحدي والصمود بيمل في الفن، أو ما بيحبش يعني يثبت نفسه أكتر في الفن، أو ممكن يكون مستمع للفن أكثر منه يكون فنان تشكيلي مبدع. عشان كده أنا دايماً أحب التحدي، كل ما هو جديد في الخزف أنا بشتغل فيه. نوع التحدي ده هو إثبات للذات أنك قادر وقادر وقادر، تستطيع أن تفعل ما لا يفعله الآخرون بشرط الإخلاص والحب.
الخزف شيق للكبير قبل الصغير. ادي أي إنسان قطعة من الطين، مجرد ما يتلمسها بإيديه ويتحسسها إحساسه كله بيطلع في تشكيل الطينة ما بين صوابعه، فيحبها الكبير قبل الصغير، عفوية تلقائية. لذلك هي محتاجة بالإضافة لكل ده دراسة وتأني عشان يزداد الخبرة للفنان فيبدع. مجال الخزف لا ينفصل عن حياتنا الشخصية. في المجال البسيط أو ممكن نلاقيه في شكل القلة أو الزير أو طاجن أو البرام اللي بناكل فيه، كذلك بنلاقيه في طقم الشاي، في الحوض، الوش، البانيو، السيراميك، الأرضيات أو الحوائط. والخزف من الفن، من الفنون اللي احتوت كل مجالات الفن. بنقدر على الخزف نعمل دلوقتي تصوير بيندنج نرسم عليه، زي ما المعرض اللي أنا حاليا عامل بست الخزف. ممكن أعمل عليه جرافيك، ممكن أعمل عليه تطعيم بالمعادن، أشغال المعادن أو معايا أشتغل عليه. طباعة سلك سكرين، دعاية وإعلان برضو على الخزف. فالخزف بنلاقيه احتوى كل الفنون، قادر على احتواء كل الفنون. وكذلك أنا عشقي كله في الخزف مرتبط بأساتذتي اللي علموني ده، وكذلك أسرتي اللي دايماً كانت دافع ورايا أنها مؤمنة بي وعارفة أن أنا في يوم من الأيام هصنع شيء جديد في الخزف، زي الابتكار اللي النهاردة أنا بقدمه للسادة الجمهور ولكل من هو يشتغل في مجال الفن التشكيلي، البستل الخزفي، وبيتحرق على 600 درجة مئوية أو 850 حسب درجة الخلطة. أستطيع أن أعمل من بستل الخزفي على الجداريات خزفية كاملة بكل المقاسات. ودلوقتي احنا عندنا في الخزف في بلاطات تصل لمتر في متر، بورسلين تصل لمتر في متر، كذلك الفازات، كذلك الأطباق. فالخزف مادة شيقة، وأدعو الجميع ان هو يشتغل مجال الخزف سواء كان هاوي او محترف، لانه مادة ضيعة جدا وقابلة للتشكيل. وان شاء الله في المراحل الجاية انا عندي طموحات ان انا اعمل بعض خامات الخزف الغير مسبوقة في مجال الخزف، وان شاء الله نتقابل في اختراع جديد او ابتكار جديد في مجال الخزف. وشكرا. وتحت عنوان فن النحت والخزف والهوية العربية، كان مؤتمر قسم النحت قد أجرى العديد من اللقاءات المتعددة لمناقشة الكثير من المحاور التي تهدف إلى رفع روح التعاون والمهنية والبحث في جذور التراث والموروث الثقافي، وأيضا البحث في الهوية العربية لفن النحت بين الماضي والحاضر. وكان قد افتتح المؤتمر السيد رئيس الجامعة ولفيف من الأساتذة والمبدعين المشاركين والزوار وطلبة الكلية.